بالنسبة للمشاريع الموجودة بالنسبة على من البلدية، تقريبا نحن حاليا وصلنا مرحلة التسليم المؤقت للمشاريع بشكل عام تخصصا ضمن البلدية الكسرات. كان مشروع مثلا عندنا الصرف الصحي بحارة البيت اليوناني بإضافة لجدار الاستنادي، وعندنا مشروع أيضا الصرف المطري أيضا بحالة التسليم إن شاء الله. أيضا بعدنا مرحلة انتهت بالنسبة شبه انتهت خالص بالنسبة لمرحلة التصفيت وطريقة الاستيراد وكل الاستيراد الرئيسي.